عم نحط تويت عن موضوعنا اليوم، لانه في كثير ناس بهمهم الموضوع، وهيدي وسيله عظيمه انه يتواصلوا معنا. مارك مشاكل مزبوط. قد ايه بيجيك اسئله وكومنتس عن الحلقات وعن المواضيع اللي عم تطرحهم؟ لاوقات كثير مهم، لانه اذا ما احنا ما كان عندنا الفكره شو معقول نعمل حلقه هيك، ما عارف كمان شو بحبوا كمان نعمل حلقات. كمان اليوم موضوعنا كثير مهم، وفي كثير ناس رح يهتموا فيه، لانه الاوركيد اولا زهره كثير حلوه، فكل الناس بترغب انه يكون عندها منا بالبيت، ولكن الريسك هو بالمينتيننس تبعها. هلا كنت عم تقولي انت وكاتيا قبل انه بتقتلوها وهيك، بحس انه العالم كلمه بيقتلوها معناتها انه مش مزهره. ايه، لانه هن بدلوا الاوراق، وهي ما بنشوف الا هالشلوش وهالوراق الخضر. مع انه هي البلانت، هي كالاوركيدي كبلانت كثير هي صعبه واحد يقتلها. نعم. لانه هي ما بدها كثير مينتيننس وهيك. المشكل هو انه ما بنعرف خليها تزهر يعني. اوكي، فهيدا مشان هيك نحن نقول انه عندي اوركيدي وما عم تزهر ماتت وهيك. إذا عرفنا كيف نهتم فيها أكيد دائما بترجع بتزهر وبنكون مبسوطين فيها. وواحد يعني نحن مجرب نعطي شوية تيبس إنه كيف نخليها دائما تزهر. بس هي للتزهير يعني موسم، عندها موسم؟ إيه لا، هلا مش إنه هي عندها موسم، بس لما تزهر بتداين تقريبا زهرة شهرين مش أكتر. وبعدين الأوقات بتداين أكتر، بس إحنا بنحكي موين، وبعدين بدها ترجع بعد سنة لتزهر. ففي عالم بدها سنة؟ مزبوط بهالشكل تقريبا. هلا هو في كمان حسب قد هي كبيرة وقد فيها كم تيج، كل هيدا الأساس يعني بتأثر عليها. نعم. فمشان هيك نحن وقت في العالم ما كتير يعني عندها، إذا إنه ما عندها صبر تنطر إنه ترجع تزهر سنة. أو في ناس يمكن بيفقدوا الأمل إنه أوف كل هالفترة ما زهرت هيدا عم بتموت. صح. هلا مشان هيك واحد من التبس كتير مهم للأوركيدي إنه ما يكون عندنا فرد وحدة. إذا عندنا ثلاثة أربعة، أول شيء هن كتير بحبوا يعيشوا سوا. لانه هيدا شو سوا يعني بنفس البو؟ بنفس البو او كبير مثلا، بس نحن بنكون حاطين كل وحده بنتركها بالبو تبعها وبنحطها بسله وبنحطها تحت مثل بيد ارجيل او مشان الشلوش ما يدقوا بالماء. اوكي، وهيدا يعني شغله مهمه، لانه بصيروا يستفيدوا من رطوبه بعضهم يعني. نعم. فهيدا كمان يعني تب كثير مهم بالاوركيدي. وهون عم شوف على هلا مبينه معنا بالاستوديو انه في وحده مزهره بكملها، وحتى دغري في بد كثير صغير هون لازم ندق عليه. هيدا هي، فمبينة انه هي بعد ما فتحت. دونك هيدي كمان بتفرجي شوي كيف يعني كيف الاوركيدي فيها. انت قصدك انه نكترهم بنفس البو بسله مثلا، بس كل وحده موسمها شكل يعني. مزبوط، هيك ما بنزهق. اذا وحده هرت الثانيه يمكن بعد عم بدها تفرج 100%. فلا هيدا شغله. الشغله الثانيه كيف نعرف انه الاوركيدي تبعنا بصحه منيحه؟ نعم. لازم يكون عندها تقريبا 6 اوراق وطلوع. اذا عندها تحت الست اوراق انه كمان ما بتكون كثير بصحه منيحه، ومعقوله تاخر انه ما تزهر. فهيدا كمان احنا اذا ما واكثر يعني. هلا اذا كان عندها 6 اوراق وما عم تزهر، معناتها المطرح غلط. هون ساعتها بدنا نفكر انه نحن ننقلها. هلا هن شغلتين كثير مهمين يعني بدنا نحكي عنهم نحن اليوم، هو المي والضوء. هول الشغلتين كثير مهمين بالاوركيدي لهن يزهروا. هلا اول شيء رح نحكي عن المي، بس نرجع نذكر بصوره كيف هول الاوركيدي اللي معنا بيعيشوا بالطبيعه. هن بالطبيعه ما بيعيشوا بالارض، بيعيشوا على الترون تبع الشجر، على جذع الشجره. هلا اذا بيعطونا صورتين بنشوف كيف هيدا واحده منهم مثلا على شجره، او صوره ثانيه مثلا كيف هن اصلا بيعيشوا. يعني هن هالاوركيدي ما بحبوا شلشن يدق بالمي ويضل في مي. لانه هي بس لما تشتي بيقلب عليهم المي، وهن بياخذوا المي من الشتاء ومن الرطوبه وبيشربوا. انه كمان نحن اذا واحد بده يقتل الاوركيدي هو يسقيها دائما ويدلوا شلوش تبعها بالمي. هلا ما بعرف اذا فيك تمسك الاوركيدي اللي معنا ونفرج، شو كنت عم خبرك قبل عن الاخضر وهيك. اذا لا انا عندي صور محضره مبين يعني. من هون جوات البول بلاستيك باينين انه خضر. صراحة أنا ولا مرة شايف شلوش هالقد خضر. إيه هلا لأنه هن ما نون شلوش بالمعنى الطبيعي. لا هلا نحن بنقول لهم شلوش. إيه أنا أكيد مزبوط. يعني هلا عم بقول لك لأنه الكيت عم تقطع اللي كيف كانت عم تقطع الصورة معنا. هلا إيه مبين بالتين قد إيه أخضر. مزبوط. هول لما يكونوا خضر معناتها إنه هيدا البلانت ما بدها مي. إذا بدك بركي أهين أنا رح أقطع صور من عندي هيك بنرجع بعدين بنفرج عليهم. دونك أنا كيف بعرف إذا بدي أسقي أوركيدي؟ هون مبين الشلش تبعها أخضر. بينما لما هي بكون بدها مي
بيكون ابيض صار. يعني هي هيدا شغله كثير مهمه ننتبه لها، لانه هول الاوركيديه هذا الشلش منه شلش مثل ما نحن بنعرف، هو بس الموجود على الشجره تيربط الاوركيديه عليها، وحتى اذا في هواء او هي ضلها مجمده. دونك بقلبه في كلوروفيل، هالكلوروفيل لما يكون وات يكون في عليه مي بيخضره، لما يكون اقل في مي بيصيروا بيض. هذه سريعه بتصير بساعتين يعني بتغير لونها. سو نحن المفروض ننطر طيب يبيض وتنسقيها او قبل؟ لا طيب يبيض ونسقيها احسن بكثير، دائما هيك كثير مش نسبق عليها يعني. لا ابدا. فاذا في اذا هي خضراء معناتها هيدي الاوركيديه ما بدها مي. رح فرجي بعد صورتين مثلا هون. أوكي. هون مبينه انترميديير يعني مزبوط. مش كثير خضراء مش خضراء فاتح مزبوط. واهم شيء ما نوصل لهيك يعني انه يبسوا على الاخير يعني. كمان ما لازم ننطر مثلا ثلاث اجماع ما نسقيها الاوركيديه، عم نعذبك يعني. مزبوط. الفكره الكثير مهمه نفهمها بالاوركيديه انه هي بلانت عدوه المي وبتحب الرطوبه. هيدا الشيء صعب اللي نحن فبدنا نلاقي توازن هون. مزبوط. يعني مثلا فينا ناخذها مثل كل حدا عنده طريقته. مثلا ستيفاني كانت عم تقول لنا انه هي بتحطها تحت الحنفيه بتخلي المي تروح شي 6 ساعات بعدين بتنقلها مطرحها. في ناس بس بغطسوا بخلوا المي تروح بعدين بينقلوها على السله اللي كنت عم بحكي عنها. فينا نسقي شوي، مهم انه تحت بالسله نرجع نفضيها. مزبوط. مثلا بالسله تحت يكون في بيدر رجيل او بحص تلشلوش ما يدقوا بالمي. وهيدي شغله كثير يعني بكعب البو. بكعب البو هيدا الشيء الاساسي بالمي تبع الاوركيديه يعني. أوكي. هلا واذا ملاحظه اصلا يلي نحن معنا يهون بالاستوديو كمان ويلي عم يقطع صور وهيك، دائما الاوركيديه محطوطين منهم محطوطين بتراب، محطوطين بقشر قشر صنوبر، لانه القشر الصنوبر هن هيك بيعيشوا يعني بنعتبر انه هي معلقه على شجره. فاذا وصل الشلش مثل ما هون مبين بطل هي رح فيها تقدر تسحب مي ولا رطوبه، وهذا بياثر عليها. واذا نحن ليه بنخلي انه الشلش يصير هيك؟ هي كثره المي. أوكي. هيدي اول شغله. سو منا بحاجه للغزل غير مزروعات بتلاقيهم بالارض 100%. هلا ما زال عم تقولي لي عن الغزة، رح نحكي عن الموضوع الثاني اللي محضرينه يلي هو الغزة. نحن عاده الاوركيديه اذا هي بس موجوده على جذع شجره، دونك ما عندها الغزة كله انت عم نحكي عنه. فالفكرة هي انه نحن شو لازم نعمل؟ لازم نحط كيماوي. هيدي الكيماوي اللي بدنا نحطها شيء كثير قليل بنحطها يعني مش كثير دائما لازم نحطه. المحبذ نجيبه ليكيد يعني. نعم. نجيب كيماوي هو بيكون دايب، وهذا الكيماوي الدايب نحن يعني بنحط له مي بس كثير قليل الدوز لازم تكون. يعني مثلا بوشون ل 3 لتر مي. نعم. بنبقى كل مثلا نحن بنسقيها كل 5 ايام، مره بالشهر من هول بنسقيها كيماوي. اوكي. هيدي كمان كثير مهمه فيها. اوكي. كان عندي سؤال مارك، الاوركيديه في لزوم ننقلها؟ ايه. هلا هيدا لبو اكبر مثل ما بنعمل بغير. لا اكيد بلانت. اكيد في لزوم، لانه الفكره هي انه بعدين بتصير بالطب. هلا الحل نعرفه انه الاوركيديه اذا طلعت شلوشها لبرا يعني هي بصحه جيده، يعني ما نعطى الهم. مش مشكل اذا طلعت هيك طفحوا لبرا. مزبوط. يعني هي مثلا اعطيك مثلا اوقات نحن فينا في عالم ببيوتها بيعملها ما بحطوا الاوركيديه ببو، بحطوها على خشبه عندهم وبصير هي تطول لتربط. عندي صوره ما بقدر اياها بسرعه تفرجيك كيف اوقات بيعملوا. بس كيف بيسقوها؟ ساعتها بالرش او بيسقوها وبقربوا عليها يعني. حلو. رح جرب لقي لك الصوره كيف هيدي يعني، لانه شغله هيك مهضومه بس بتضلها هيك. لقيت الصوره. بتضلها فيرتيكال؟ اي بتضلها فيرتيكال. هلا الشلش تبع الاوركيديه الحلو فيه انه في روح نزول في روح طلوع. كمان شغله مهمه اذا بنشوف الصوره هيك بتشوفي كيف الفكره تبعها. هون عم نشوف كيف محطوطه على خشبه بالمطبخ والشلوش عم بيطولوا، ما لازم نحن نعطي الهم. او مثلا هون بيني كيف الشلوش عم بيطولوا. واو. او اوقات بالبو بحد ذاته ليك كيف شلوش بيطولوا. الفكره هيدي كل ما شو بنعمل فيهم هلا هون فينا مصن. مزبوط. فينا نحن لا ابدا ما لازم نقصهم. الشيء اذا بدنا نقتل الاوركيديه هو نخفف لها شلوشها ابدا. ما لازم ابدا ندق فيهم. فينا ننقلها على بو ثاني. في فرجيك كمان المراحل ورا بعضهم اذا بدك. بس بو ثاني بدنا نرجع نحشرهم يكون اكبر. يعني ايه عادي يكون اكبر. يعني احفرجيك اكزامبل مثلا انا عندي اوركيديه هون ملاحظه انا شو عملنا؟ نظفنا كل الخشب اللي حواليها وخلينا الشلوش. أوكي. بما انهم خضر دونك مبينين انهم مسقيين وصحتهم جيده يعني. مش عاطلين. فاللي بنعمله نحن فينا نجيب او موس او منجيب خشب ايكورس دو بان جديد، وهون بنرجع بنكبر البو تبعها وبنحطها فيها. هيدي طريقة ثانية مثلا كيف بتكبري حياة البلانت وبعدين بتسكريها. ويعني ما بدها ابدا يعني ما في مشكل اذا نحن كبرنا البو. هلا في شغلتين بدنا كمان نحكي عنهم اساسيات بالاوركيديه، العالم كمان كثير بيسالوا عنهم. اول وحده هي لما بيقولوا لنا انه انا عندي اوركيديه نطرتها سنه لعملت هال اب فلورال يعني هيدا تيج الخضراء، عندي الزهره بس الزهور عم بتطبق.
ما بيفتحوا ما بيعطوا. هذا سبب كثير يعني بيصير. شو الحالة هون؟ لازم نسأل حالنا أول شيء إذا الأوضة تبعنا كثير فيها حرارة، يعني إذا أنا ما بفتح شبابيك، إذا عندي دائما مثلا شوفاج، أو مثلا بالبلدان العربية أوقات في حرارة، هذا سؤال كثير بيسألوا عنه، دونك هذا أول سؤال فينا نسأله. والشيء الكثير مهم الثاني إذا الضوء قليل، يعني إذا نحن بعدينا عن شباك مثلا بصير بدها دايركت سان لايت او بدها نور. هلا هي انا هون ما نبته اذا محطوطه ب هيدا اللي هو ما في اذا معقوله تبين معطره هي معطره ليه؟ لانه كانوا حاطينها برا، يعني لما لما بتحط الاوركيديه برا الشمس القويه كثير بتقدر تحرق الاوراقه. اوكي فهي بدها دايركت سان لايت، مش ما بدها بس مش يعني بس مش انه تلزق فيها كم يعني ساعه بس يعني. يعني مثلا اذا بدنا نقول بالصالون مثلا او بعطريه هي تكون بعيده متر عن الشباك مثلا بتكون كثير منيحه لها. هلا هول سببين. هلا في سبب الثالث يلي بخلي البد يعني يقلبه كمان يلي هي انه كثير اوفر ووترينج، يعني اذا بس كثير مي مثلا هيدا شغله كثير مهمه. هلا في كاليتي المي، يعني اذا انا عندي مي فيها كثير كلور كمان ممكن تأذيها. مزبوط بتاثر كثير على الورق. لكن حكينا عن الحراره، حكينا عن الشمس انه بدها شمس ضو، يعني ضو مش انه برا بدها ضو، بتحب الضو والمي لكنها لما يبيضوا الشلوش وقتها بتصير بدنا نسأل شبع مي. مزبوط. بس ما يضل في مي بالكعب، هيدا كثير مهم. هلا كمان حكينا نحن شغله يعني اللي بدنا نفهمه هو نقلد الطبيعه. هالاوركيديه عايشه على شجره ولا في اكيد منه جاي عليها شمس ديركت لانه هي حاميه حالها، بس في ضوء يعني هيدا كمان المهم كثير فيها. وبدها تقريبا سنه ترجع تزهر. هلا هون اذا كبيره وعامله كذا اوب فلورال، في منهم مثلا بيقدروا يعملوا كذا تيج اللي بتزهر، يعني فيها تزهر اسرع وهيك، بس عم نحكي نحن بالاجمال. شو بصير مارك مثل يمكن هيدا الشيء فينا، شو بصير لما تبلش تنشف من فوق؟ هلا هون شغلتين اذا بدك، في اذا بدنا نقول مدرستين بالموضوع. في ناس بيقولوا انه لما بتقلب وبتنشف لازم نقصها منعد عقده من تحت تنخلي تطلع تيج ثاني، وفي شيء غير رح كمان احط صوره عنه تنفرجي كيف، يلي بنسميهم كاكي، بس صوره سريعه يلي هي هول اذا نحن قصيناهم في اوركيديه بيقدروا يعيشوا فوق. هي كيف مورقه فوق؟ ما هيدا لازم كان نحكي عنه اكثر. حلو. إذا قصيتها ما بقى بيطلع فوق ما بقدر كتر، يعني هي طريقة التكتير الأوركيديه. إذا قصيتها ما بقى بيطلعوا بس بخسر بزهور، مشان هيك ما رح تزهر يعني. مزبوط. أوكي very nice. ثانكس مارك. وبنرجع بنذكر المشاهدين فيكم تلحقوا مارك على تويتر وتينا كمان عندكم، وانا كمان بس انت الخبير. اذا عندكم اي سؤال عن الاوركيدز او غير موضوع له علاقه بفقرتنا ايكو فيكم تلقونا على تويتر. انا برجع بلاقيكم على 11 بالكوكينج.